ان ديك الزوجه هذيك غتكون صالحه وصالحه هذا سؤال واجب. ربات بيت وزوجه، وماشي ماشي عيب تكون عامله. لا تقريبا نفس الفكرة اللي قلت لخصتها الله يعطيها الصحة بجملة. شتي رضات الزوج بها غادي تدخل للجنه. بيان سور، ولكن شكون غيفهم هاد الهضرة؟ في واحد المشروع واحد وأوحد هو هاد الأسرة خصنا نخرجوها لبر الأمان. الإخوان تحياتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، تنحاولوا نديروا أنواع مختلفة من الفيديوهات، وهاد المرة هادي غادي نحاولوا ندخلوا شوية لما هو اجتماعي. غادي نحاولوا نشوفوا الاختلاف ما بين واحد جوج هندات، حيت هند القديمة اللي تتعرفوا كانت دايرة الفولار، هاد هند الجديدة هادي ما دايرهاش الفولار ولكن أكثر اتزانا من هذيك اللي دايرة الفولار. فما نديروش مقدمة طويلة بزاف، ندخلوا مباشرة نناقشوا هاد المواضيع هاد. وكيف ما تتشوفوا هذه هي السيدة اللي غادي نتناقشوا فيها، سميتها هند مسعد، والموضوع كان على الزواج وعلى العلاقات وعلى المسائل وكذا. وهذه واللي انا اتيراني ديال بصح هو الافكار المتزنه ديالها والافكار الصحيه ديالها، اللي سبحان الله يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، كيف ما تيقولوا. يعني الانسان ربما يشوف سيده تتبان مظهريا بانها متفتحه، ولكن الافكار ديالها افكار متشبعه بالعائله بالاسره، باينه انسانه تربات في واحد الوسط عائلي اللي هو متزن، وعندها افكار على الزواج وعلى الاسره وعلى التربيه وعلى بزاف ديال الحويجات اللي هما نقدروا نستافدوا منهم ونقدروا نتشاركوا الافكار ديالها. فندخلوا نشوفوا غير شنو قالت في هذا المقطع هذا بالزربه، حيت الفيديو فيه كيف ما قلت لكم ساعه وربع، ما يمكنناش نناقشوا ساعه وربع كامله. والمرأة كتعطي لهنا من الراجل، شتي كاينه واحد المعادله. الا كتحس بان المرأة غادي تعطيك لهنا، راه عارفه هذيك المرأة اللي غادي نحاولوا ندوزو شوية. تكون غتكون واحد الصلاح والاصلاح في يديها، فهمتي؟ بالنسبة يعني المسألة ديال الحب وانا تنتفق معها، المرأة هي مفتاح المجتمع، المرأة هي واحد المكون ماشي اساسي وانما اكثر من اساسي اللي كتبنى عليه المجتمع. كيف ما تنقولوا المرأة اذا صلحت صلح المجتمع بأسره، وان فسدت فسد المجتمع بأسره. فهاد الفكرة هذه هي اللي كتحاول تعطينا هاد الأستاذة هذه. عرفوا انه الحب عنده لغات، ياه ولا ما اعتقد كاين خمسة لغات، التشجيع سي تاويل، خمسة ولا ستة ولا سبعة، كل واحد واللغات. الحب كل واحد عنده لغات باش يعبر عن الحب، ماشي ما نقدروش نحصروهم في واش هما لغات شفوية لغات عملية ولا لغات، بزاف ديال اللغات باش كل واحد كيعبر على الطريقة اللي بانت له. التقدير، منها تبادل الهدايا، منها التشجيع، الحضور هذا يعني شي حاجة اللي كتكون رمزية. رمزية. الحضور ديالك حتى هو الحضور ديالك في الحياة ديالها، انك تتأنسها وكل شيء. كاين لي اللوف لانجويج ديالها، هو انا طيب لك، ندير لك ماكلة زوينة وكذا. وهادي بعد كاين داك الكونتاكت فيزيك، الفيزيك هذا هو اللي مهم اصلا. هذاك اللي التكاثر. لا با دوز دوزي وناقشنا الافكار، الفطرة خلينا ديال المرأة. بس السؤال ديالي هو كيفاش الراجل يعرف شنو لغة الحب المفضلة عند المرأة؟ ما كاينش سي اسامه في نظري، ما كاينش شي لغه موحده اللي كيفاش. دابا انت كتهضر على واحد القضيه بحال الا شي حاجه من المسلمات، كيفاش الراجل غادي يعرف لغه الحب المفضله للمراه؟ على اختلاف النساء اختلاف اللغات، كل امراه مختلفه، ربي خالق سبحان الله العظيم واحد الكتالوج ديال العيالات مختلف بزاف، فيه بزاف الاختلافات، وحده ما تتشبهش الوحده. ما يمكنش تقول بان الطريقه هذه زعما راه صالحه لكل امراه، غادي نتعامل معاها بهذه الطريقه وغادي تنجح. لا، تقدر الطريقه اللي كتنجح مع هذه المراه ما غتنجحش مع المراه الاخرى. فالسؤال تيبان لي شويه هذا، ولكن معليش نرجعوا نشوفوا. وكيفاش المرأة تعرف لغة الحب المفضلة عند الرجل؟ اوكي، غادي نهضر لك على واحد على النقاش تقريبا من هنا غيبدأ. غادي نهضر لك على ملي انت غادي تكون جالس وكتعرف على الزوجة ديالك المستقبلية، وهي جالسة كتعرف على الزوج ديالها. مين غادي تعرف ان ديك الزوجة هذيك غتكون صالحة وصالحة. هذا سؤال واجب، كيفاش غدير تعرف عليها؟ كيفاش غدير تفهم بان هذه هي اللي غتصلح وماشي وحده اخرى؟
سؤال وجيه، والجواب ديالو هو اللي غادي يعني بلوزو موا يقربنا من الفكرة اللي بغات تقول هاد الأستاذة هند. قال لك وغتعيشك في الهنا باش تحيد لك التخوف ديالك، فهمتي؟ انا غادي نجاوبك على هذا السؤال الاول، وديك الساعه نمشيو للسؤال الثاني. المرأة النادرة، ماشي المرأة النادرة، ما كاينش شي مرأة نادرة، وإنما بغات توصل زعما المرأة اللي غتصلح لك أنت وما غتصلحش لواحد غيرك، حيت ما كاينش شي مرأة زوينة ولا مرأة خايبة، كاينه واحد المرأة كتصلح مع هذا، وكاينه واحد المرأة غتصلح مع واحد آخر، وكيف ما كاين واحد الراجل غادي يصلح مع هاد المرأة، وكاين واحد الراجل ما غيصلحش مع هذه غيصلح مع واحدة أخرى، يعني هو واحد التكامل اللي ما يمكنش تركب واحد الغلاقة ديال واحد القرعة د الماء باغ اكزومبل، واحد القرعة د الماء تركب لها واحد الغلاقة ما صالحهاش ليها، يعني كل حك تيصيب الغطاء ديالو. واللي كنتأسف، اللي كنتأسف أن في المجتمع ديالنا أصبحت نادرة هذه المرأة، هي التي تجعل مشروع زواجها مشروع حياتها. تنتفق، حيت هاد النسويات خرجوا على الفكرة ديال الزواج في حد ذاتها، وخرجوا للمرأة على الدماغ ديالها. سبحان الله، المرأة دابا ولات كيبان لها بأن بالتأثر ديالها بلونتوغاج ديالها، وعلى حسب الجو فين كبرات هي في حد ذاتها، فتربوا عندها ولا اقتنعت بواحد الأفكار اللي ما عمرهم ما كانوا عندنا في المجتمع المغربي ديالنا، ولا حتى في المجتمع الإسلامي ككل. اقتنعت بأن الراجل ما عندوش شي دور، الراجل فهمتيني بحاله بحال المرأة، ولات مقتنعة بالفكرة نتاع المساواة، وتخلات على الفكرة ديال العدل، حيت العدل ماشي هو المساواة. المساواة هو أننا غادي نخرجوا نخدموا كاملين، وغادي نشقاو كاملين، وغادي نتخلصوا كاملين، ولكن في نفس الوقت خصنا نكوتيزيو كاملين، وخصنا يعني متساويين. المرأة كتخدم بحالها بحال الراجل نهار كامل، وكيسيقوا بجوج، وكيطيبوا بجوج، وكيخرجوا بجوج، وكيدخلوا بجوج، وكيخلصوا المصاريف ديال الحياة بجوج، وما كاينش عييت. الا كنا كنبنيو دار غنبنيو بجوج، الا كنا غنهزوا الثقل غنهزوه بجوج، الا خوات البوطه غنمشيو نعمروها بجوج، الا كان عندنا شي اصلاح في الدار غنديروه بجوج. ما كتبقاش داك العدل. العدل شنو هو؟ العدل هو ان كل واحد كيخدم على اساس القدره الجسديه والنفسيه والعاطفيه ديالو. الراجل كيقدر يتحمل يعني الصعاب ديال اللي فيهم تماره، واللي فيهم العناء الجسدي بار اكزومبل، وقدر يتحمل المسؤوليه بار اكزومبل. المراه تقدر تحمل عاوتاني الصبر، معروفه هي بالصبر، تقدر تصبر اكثر على وليداتها، على التربيه، على توسكي بسيشيك يعني نفسي، عندها الخاطر واسع، عندها بزاف ديال الحويجات. الراجل ربما كنلقاو متعصب ولا مزير. فالفكرة هي ان في نظري المتواضع هو ان خاص يكون العدل ماشي المساواة. وهادو ديال دابا كيفكروا في المساواة، ولكن ما كيفكروش في المساواة بالمساواة الحقيقية التي ياخذوا كل حاجة، تاخذوا منها داك الشيء الزوين اللي بغاو فيه. بحال مثلا المرأة دابا باغا تخدم وباغا تخلص وباغا تكون مستقلة ماديا، ولكن في نفس الوقت ما باغاش تآمن بأن هاد الشيء غادي يجبد عليها مشاكل ديال أنها خاصها حتى هي تأدي الواجبات ديالها المادية كيف ما خرجت على أساس المساواة. باغا تخدم وتجمع الفلوس، ولكن ما باغا تعاون راجلها في حتى حاجة. تقول لك الراجل قوام على الرجال وقوامون على النساء، يعني كتعاود ترجع لك للدين. وإلى الدين، إلى دابا إلى بغينا نناقشوا دينيا كتهرب لك المادة، ولا بغينا نناقشوا الماديا كتعاود تهرب لك للدين. يعني كتاخد كل حاجة، كتاخد من هذاك الشيء اللي يصلح لها هي. باغا تخدم وباغا تجمع الفلوس وتخبعهم، وما باغاش تعاون، وما باغاش تخدم في الدار، ماشي كاع ماديا. غتجي عيانة بار اكزومبل، ما باغاش تنوض دير اللوازم ديالها. علاش؟ حيت هي كانت خدامة عيانة مسكينة، خاصها تنعس، عيانة مسكينة خاصها ترتاح. الور كو نو، في نظري المتواضع الا خديتيها كتاخدها كامله، والا خليتيها كتخليها كامله. الا بغيتي تتعامل على اساس ديني فكتعامل على اساس ديني محض، ولا بغيتي تتعامل على اساس دنيوي فكتعامل على اساس دنيوي محض. ما نبقاوش ناخدو كل حاجه، ناخدو فيها اللي بغينا. وهذا الشيء في نظري اللي حطوه اللي اسس ليه هو هاد النسويات اللي اصلا عندهم حياتهم ما نجحاش، وخرجوا على جيل على قدو. لا خصك تكوني مستقلة، لا انديبندنت وومن، لا شكون هو اللي غيتحكم فيك، لا. وحتى الوالدين،
لعبوا واحد الدور كبير في ان رباو بناتهم على اساس قراي باش تخدمي، وملي غتخدمي ما غادي يوليو عندك الفلوس، ولكن ما كونوش فيهم هذا الجيل ديال دابا الفكره ديال ان يعني الاسره هي الاولى. خاص يعلموهم الفكره نتاع ان غادي تكون واحد الاسره اولا ناجحه، وعاد من بعد الى دعات الضروره اننا غادي نتعاونوا على الزمان ولا نخدموا ولا كذا، فداك الشيء نقدروا نناقشوه، ولكن الاصل هو اننا خصنا نكون اسر. دابا كاع الدريات ما تيكبروش على اساس اسر، ما تيربوش فيهم هذيك الغريزه الانثويه الطبيعيه ولا حتى الذكور، تيخليوهم هكاك قراي خدمي. هو في حد ذاته ما باغيش مرته تخدم، داك الزوج، ولكن تيوجد بنته باش انها غادي تخدم. هذا التناقضات كنشوفوهم في الدنيا. دابا اغلبيه ديال الرجال كتلقى هو الا قلتي له مرتك سير خليها تخدم يقول لك لا مرتي ما تخدمش، ولكن بنته كيقريها في احسن المدارس وكيصرف عليها وكيتقاتل عليها باش تشد وظيفه. دونك كيفاش انت مرتك ما بغيتيهاش تخدم وبنتك اللي غتكون مرت واحد اخر باغيها تخدم؟ ويلا جا الزوج ديال هذيك المراه اللي هذيك البنت ديالك اللي رجعت مراه ديال واحد اخر قال ليها في يوم من الايام انك خصك تجلسي من الخدمه، انت غادي تقلق كاب، غادي تقول كيفاش انا ضربت عليها تماره وقريتها في احسن المدارس وخسرت عليها الفلوس ودرت ودرت ودرت، وفي التالي غادي يجي هذا السيد وغادي يجلسها. هذا غير بارونتيز صغيور، انا سمحوا لي انا غرقت في هذا الموضوع، والنقاش ديالي ماشي هو الموظفه ولا ماشي موظفه، انا من قبل قلت الغطايات وكل واحد يقلب على الغطايه اللي تصلح له. يعني تنحترم اللي بغاها موظفه وجايالو على عقله وجايالو على الافكار ديالو ياخذها موظفه ويتفاهموا مع بعضياتهم، وكاينين بزاف ديال الناس اللي واخدين موظفات ومرتاحين في حياتهم، واللي باغيها ماشي موظفه حتى هو من حقه انه يقلب على وحده في المواصفات اللي هو باغي، وحتى هما راه كاين بزاف اللي ناجحين في حياتهم. فانا ديفييت شويه النقاش، نعاود نرجعوا للاستاذه شنو تقول. المراه اللي كتبطن النية ديالها أنها تكون ربة بيت وزوجة وماشي عيب تكون عاملة، لا تقريبا نفس الفكرة اللي قلت لخصتها الله يعطيها الصحاب جملة، ولكن المشروع الأول الأولويات ديالها هو الراحة الزوج ديالها البيت ديالها. ايفيدامون بالضبط داكشي اللي قلت هي اللي قالت، ولكن النسويات استاذ انت هو براسو راه قالها لي، قال لي راه غادي يغضبوا عليك النسويات، بحال هذيك السيده اللي جات قبل من هذه في واحد البودكاست، من البودكاست ماشي بودكاست ولكن شنو نسميو دابا هذا، بودكاست ولا انترفيو ولا ما عرف شنو هو، اللي جات قبل منها سبحان الله من محاسن الصدف هو ان حتى هي عندها نفس الاسم، حتى هي هند، غير هما مختلفين حتى في الهيئه. هذيك اللي مفروض انها تقول على راسها انها متشبعه دينيا وتتحفظ الناس القران وعندها علاقه دينيه، اللي كتقول هي غير كتقول ماشي في التطبيق، كتقول بانها قريبه للدين اكثر وكتناقش دينيا اكثر، اغلبيه ديال الناس لقاو بان الافكار ديالها بعيده كل البعد على توسكي ريليجيو، على كل ما هو ديني، لا في ناحيه الانفاق لا في ناحيه الزواج لا في ناحيه تاسيس الاسره لا في ناحيه الدور ديال المراه والدور ديال الراجل في المجتمع، بزاف الافكار اللي اعتبروهم بزاف ديال الناس بانهم توكسيك اللي قالت. وهذه سبحان الله اللي كتبان بانها متفتحه صدقت بانها هي اكثر نضجا واكثر يعني اتزانا في الافكار ديالها، فيا سبحان الله نفس السميه مظهر مختلف ولكن افكار ما سبحان الله سبحان الله. يقول لك شكون هو في ملك الله باش نرضيه ولا باش نبني معاه المشروع؟ باغي غادي تدخلنا الجنه يا الحبيب. بيان سور هادو هما الافكار دابا اللي ولاو كاينين دائما، شكون هو اللي غادي نخدم معاه؟ شكون هو اللي غادي نقابلو ولا نتعاون انا وياه؟ شكون هو اللي غيفرض عليا الراي ديالو؟ شكون هو اللي غيقول لي شنو غندير؟ شكون هو اللي غيقول لي فوقاش غندخل؟ ولا شكون هو اللي غنتشاور معاه في هادي؟ انا انديبوندونت مستقله ندير اللي بغيت، علاش غتقول لي نتايا نخرج فوق ما بغيت وندخل فوق ما بغيت ونرتاح؟ مزيان هذه فكره ديال الناس اللي ديال البنات اللي متفتحات في الحياه، يعني خصك حتى انت ملي تبغي تناقش مع بار اكزومبل غتناقش مع بنفس الفكر، انت حتى انت خصك تكون اوبن، حتى انت خصك تكون اوفر متفتح
ولكن ملي كتكون انت عاوتاني متفتح كتولي انت ماشي راجل. بار اكزومبل واحد الانسان اللي قال للمراه ديالو خرجي وخدي راحتك وخدمي وديري اللي بغيتي، وانما غادي نخسروا بجوج وغادي نحطوا الفلوس بجوج وغادي نضربوا تماره بجوج وغادي نديروا كل شيء بجوج، كتولي تقول له ولا انت ماشي راجل، انا راه غير مراه، والمرأة راه خاصها فهمتيني ما خصهاش تضرب تمارة، ما خصهاش تنوض الصباح، ما خصهاش تصرف، ما خصهاش تقاتل، ما خصهاش تحارب، انت اللي خصك تحارب، انت اللي خصك دير لي كل شيء، انا خصني غير نخدم ونجمع الفلوس وصافي ونعاون والديا وتدبر راسك. النقاش ما مقادش، حنا ما فهمناش دابا، حنا غير هاد النسويات ديال هاد الوقت شنو بغاو بالضبط، يعني غير بالضبط باش نعرفوا غير نتناقشوا، حنا راه ما ضد هادو ما ضد الاخرين، كل واحد ياخد راحته، حنا بغينا غير ملي نأسسوا لواحد النقاش نعرفوا غير منين غن منين غن شنو هو لونجل داتاك، يعني منين غناخدوا المبادرة باش نناقشوا، واش غناقشوا دينيا؟ خصنا ناخدوا كل شيء ديني، بأن المرأة خصها تجلس في الدار، خصها تطيع الراجل ديالها، خصها دير هادي، هو بالضبط عاوتاني خصو يكون ضروري، خصو يكون هو القوام عليها وعلى مصاريفها وعلى الاكل واللباس وكل شيء، اي حاجه تحتاجها، ولكن خاصها حتى هي تلتزم بان الكلام ديال الراجل هو اللي كاين في شي حوايج، ماشي تنقولوا ما يتشاورش معاها، وانما هو اللي غيكون الامر الناهي في شي حوايج اللي كيمسوا الاسره ديالو، هو اللي كيتاخذ القرارات بيان سور من بعد ما يتشاور معاها، هو اللي كيكون داك الاب التقليدي المغربي اللي كنعرفوا كاملين، رب الاسره الحقيقي. ماشي ويلا بغينا نناقشوا عاوتاني الفكره من ناحيه اخرى نتاع النسويات، نتاع الحريه ونتاع خدي راحتك وخدمي وخرجي وديري اللي عجبك وخدي راحتك في كل شيء، فخصنا ناخذوا عاوتاني الراجل يشوف حتى هو شنو غيستافد من هذا الشيء. انت خدامه، انت ما مسالياش، انت ما كايناش، انت باغا تجمعي الفلوس، ولكن انا شنو مستافد وسط هذا الشيء؟ علاش مزوج انا اصلا؟ علاش مزوج؟ الا كنت غنطيب راسي وغناكل لراسي وانت غتاكلي لراسك وغطيبي لراسك وانا غنصرف على راسي وانت غتصرفي على راسك وانا غنقابل عائلتي وانت تقابلي عائلتك وانا غنخرج فوق ما بغيت وانت تخرجي فوق ما بغيتي، دونك ما نتزوجوش، مالنا حنا على هاد المشاكل هاد؟ لا شنو غيزيدني انا ولا شنو غيزيدك هاد الزواج انت؟ لا انا غنستافد لا انت غتستافدي، ما تنهضروش على ماديا حتى عاطفيا، ملي انا غنبغي هاد الزوجه ديالي مثلا تكون معايا نناقش معاها شي فكره ولا نرتاحوا ولا نتفرجوا ولا نخرجوا ولا نديروا اي حاجه وما نغلقهاش، ولا هي ملي غتكون مريضه ولا عيانه ولا طايح لها المورال وباغا شي واحد معاها من تهضر ولا معاها من تخرج وما غتلقانيش، فلاش حنا اصلا مزوجين؟ صافي هي تعيش حياتها كيف ما بغات، الفلوس عندها كل شيء عندها ما محتاجاني في والو، انا وكذلك الا غنطيب وغندير كل شيء ما محتاجها في والو، دونك ما عندي ما ندير بيها، يعني هادو غير مصاريف زايدين وحروبات زايدين، يعني غنوليو في عشره، كل واحد يعيش حياته مستقر كيف ما بغى بكل بساطة في نظري. الحبيبه ديالي غنقول لها شتي رضا الزوج بها غادي تدخل للجنه، ما غتدخلش بالجنه بالصالير ديالك وبالعباده ديالك بيان سور، ولكن شكون غيفهم هاد الهضره؟ شكون غيفهم هاد الهضره ولا شكون مقتنع بهاد الهضره؟ ملي غيرضى عليك الزوج ديالك تما غادي تدخل للجنه. وتي شكون مسوق لهاد الزوج يرضى ولا كاع لا يرضى؟ انا راه ما تنحملش المسؤوليه غير الازواج غير الزوجات، انا راه تنحمل المسؤوليه حتى الازواج، حتى الازواج ما بقاوش ازواج حقيقيين، يعني حتى الرجال ما بقاوش رجال حقيقيين، حتى هما تبدلوا لهم لي بارامتر، لعبوا لهم في الافكار، حتى هما ولاو متفتحين اكثر من القياس ولاو ما بقاش عندهم ديك الشخصيه، ما بقاش الراجل راجل حقيقي، يعني عنده افكار وتيقدر يتكلم حتى في اخذ المبادرات، ما بقاش كيهضر كيعبر وكياخذ حتى في الكلام غير الكلام هذا كاع ماشي التطبيق، ولات المرأة هي اللي كتفرض تتلقى في الحوار، المرأة هي اللي كتهضر بزاف، هي اللي كتناقش، هي اللي كتاخذ القرارات، هي اللي والراجل راجع اللور غير تيتفرج بحال غير محطوط ديكور بحال شي حاجة بحال هكا، دونك اش من نوع الرجال اللي ولاو دابا كاينين؟ اش من نوع بالضبط؟ فما نحملوش المسؤولية لأن المرأة فقط هي اللي واخدة اللي واخدة كل شيء، لا حتى الراجل عنده واحد الأفكار دابا جداد تربى على أساس أنه رطي الطب ماشي مشكل، كل شيء ماشي مشكل، ولا تيتقبل أي فكرة ولا هاني حاني راسو حاني وديناتو، واللي تقالت هي اللي كاينة واللي ما تقالتش ماشي مشكل، فهمتيني خاص اللي ياخذ له هو المبادرة، كان ولف ماما وبابا هما اللي كياخذوا القرارات
عليه، ولا دابا هاد مرتو اللي تزوج بها هي اللي كتاخد القرارات، سواء بالقوة ولا بالعاطفة ولا بالتحايل العاطفي ولا بكوكس سوا، هو صافي ما عندوش شي، ما شادش زمام الأمور كيف ما تنقولوا، ما ضابطش الأفكار دياله، ما مستقرش حتى فكريا، فمصيبة مصيبة بجلاجل. تما غادي تعيش مع غتكون حور عين الزوج ديالك اللي انا كنتاسف له، كنتاسف له كنشوفه في السوشيال ميديا. و النسويه نسات المراه في الفطره ديالها. بيان سور المراه اسامه الرابح من المراه والخاسر من المراه. شحال زوينة هاد الهضرة هادي، كنا تنسمعوها بكريم اللي كنا صغار، الرابح من المرأة والخاسر من المرأة، دابا ما بقاتش، دابا بقات غير الخاسر من المرأة والخاسر من الراجل، كاع بجوج. المرأة الله سبحانه وتعالى كيجعل الإصلاح في يدها والصلاح في يدها ولو كان قيم البيت فرعون. الله أكبر، أتفق أتفق 100% صراحة. وإن فسدت فسد البيت كله ولو كان القيم نبي. كاينة كاينة ولو بنسب متفاوتة، وإنما كاينة المرأة شي حاجة، احنا كبرنا الحمد لله في أسرة اللي فيها الراجل راجل وفيها المرأة مرأة، خليني من كاين الراجل تيتاخد القرارات الصعبة ومكلف بعائلته بولاده بكل شي مسائله، يعني راجل تحطو على الجرح تيبرى، وكبرنا في جو اللي فيه حتى المرأة مرأة ونص واقفة مع راجلها ومع عائلتها ومضحية ومقاتلة، وهي اللي سهرة على الوليدات، وهي اللي كتحاول تشوف القراية ديالهم فين وصلات وكل شيء ديالهم فين غادي، او ميم طون مقابلة راجلها ومقابل وواقفة في الجنب ديالو وشادة العضد ديالو، وهو وكذلك، وغاديين في واحد المشروع واحد وأوحد، هو هاد الأسرة خصنا نخرجوها لبر الأمان. حنايا شني كنعملوها أسامة؟ حنايا كنتبعوا الفاشلات والعازبات واللي حيدو. هادشي اللي كاين، الدريات اغلبيه تيتبعوا هادوك لي زانفلونسوز ديال الكيلو، كلهم مطلقات وكلهم فاشلات عاطفيا وكلهم فاشلات اسريا، و تيبداو ينصحوا لك في البنات، ما تخليهش يدير، ما تقولي لوش، ما تعاودي لوش، حنا انت يا كدا دفعي كبير، ما تعطيش فرصه، ما ديري لوش، خليه يدير، خليه يفعل، انت قادره، انت فاعله، شوفيني انا مطلقه وشنو درت، وانا درت الطوموبيل وانا درت الدار وانا فرحانه وانا تنخرج وانا تندور وانا تن انا وانا وانا وانا، تيكذبوا عليهم ووهموهم، حيت كون كانوا ناجحات كون راهم هما نيت ناجحات في حياتهم، تتقبل النصيحه من واحد الانسان اللي ناجح فيها، ما كتمشيش عند واحد فقير يهضر لك على على التجاره والاعمال. الفقر لله، حنا كلنا فقراء، ولكن تنهضر على فقير ماديا، ما غتمشيش عند واحد امي ويعاود لك على الدراسات ولا القرايه فين غتوصلك ولا على المناصب اللي تيتسناوك، ولا خصك تهضر مع ذوي الخبره. بغيتي شي نصيحه ديال تكوين اسره، سيري عند واحد الزوجه اللي فريمون ناجحه في الاسره ديالها، هي غتنصحك تعطيك اللاصق. حيدوا الفطرة ديالهم ديال الأنوثة عرفتني هذا مع هاد جوج الجمل هادو، هاد المثال هذا، أن الله سبحانه وتعالى خلى الراجل يخسر من المرأة ويربح من المرأة، فهمتي؟ الخاسر من المرأة والرابح من المرأة. فالمرأة من الفطرة ديالها تكون الأرض للزوج ديالها. كوني له أرضا نكون يكون لك لك سماء، سماء. كوني له هذه هي الهضرة، خصنا نتكاملوا، حيث الأسرة كتبنى على التكامل ماشي على التشابه. التكامل هو واحد الإنسان كيكمل واحد الإنسان، هذوك المميزات اللي كاينين في هذا ما كاينينش في الآخر، ولكن حتى الآخر فيه مميزات أخرين اللي ما كاينينش في الأول، كيجتمعوا كيديروا يد في يد، واحد كيكمل واحد، الراجل بالقوة وبالعضلات وبالخدمة وبالشقاء ويصبر على الشمس ويصبر على الحرب،
والمرأة في الدار تصبر على الغوات ديال الدراري، وتصبر على الصداع ديالهم، وتصبر على ديك البكاء ديالهم، وتصبر على المقابلة ديالهم، وتعرف كل واحد عندها تترد البال لي ديتاي، كتعرف كل واحد فيهم واش واكل، واش شبعان، واش عيان، واش مريض، حوايجو مالهم، قرايتو، دفاترو، مسائله كذا. هادي فهنا فين كيتكاملوا، اما الا كانوا كيتشابهوا بجوجهم خدامين وبجوجهم عيانين ومهلوكين كونسومي، ما يمكنش يتكاملوا، ما يمكنش، حيت انت الوقت اللي انت عيان وباغي واحد المرأة تفاجئ ليك، حتى هي عيانة محتاجة واحد الراجل يفاجئ ليها، حيت الوقت اللي انت مديموراليزي حتى هي مديموراليزيا، واش هيصلح لنا هاد الفلوس؟ انت خدامة وانا خدام، ولكن ماشي جميع المشاكل كيحلوهم الفلوس، الفلوس كيحلوا مشاكل اللي هما دنيوية مادية ديال الشري وديال هذا، ولكن الأسرة أكبر من ذلك. له عونا يكن لك سقفا. ولكن كاين أغلبية كوني له أرضا، كملي لي المثال. يكون لك كوني له سماء، أرضا يكون لك سماء. كوني له أرضا يكون لي سماء. ولكن كتقول لك أغلبية الرجال في عصرنا الحق، كتقول لك مثلا بحال قلتي الانتقاد ديالهم كيعطوه في واحد العبارة ديال أنهم مبقاوش الرجال، وخا دابا كاينة ما بقاوش الرجال كيف ما بقاوش العيالات بجوج، ما تنعممش بيان سور تعميم لغة الجهلاء، وإنما الفكرة هي أن تربينا في واحد الجو رجع توكسيك، ماشي إحنا اللي تربينا، هاد الأجيال الصاعدة تربوا في واحد الجو اللي هو توكسيك، فالراجل تحيدت منه ديك حس المسؤولية وحس اتخاذ القرار، والمرأة تحيدت من هذيك الأنوثة وهذيك يعني ديك الطيبوبة وداك العطف وداك الحنان ودوك الحويجات اللي كيميزوها كجنس لطيف، تحيدوا منها. تعطيها واخا ما عرفتش شنو ديري معاه، واخا كذا 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 كذا، ديما بزاف الرجال ولاو كيخونوا، فهمتي؟ بزاف الرجال كوني له ارضا يكون له يكون لك سماع. انا من اللي عطيت هذا المثال هذا مع اللي خاصهم الوقت طرح. النجاح العلاقات الزوجية ماشي في يد المرأة، المرأة كتلعب واحد الدور كبير. بيان سور النجاح ديال العلاقات الزوجية فهو مشترك ما بيناتهم بجوج، المرأة كيف ما قالت كتلعب واحد الدور كبير، ولكن حتى الراجل عنده واحد الدور كبير، وبجوجهم الأدوار ديالهم بجوجهم مهمة باش توقف واحد الأسرة، حيت الدار ملي كنبغيو نبنيوها السارية اللي الوسط مهمة هي اللي هزة تقل النص الكبير ديال التقل اللي هي المرأة في هذه الحالة، ولكن حتى السواري ديال الجناب راه هما اللي شادين التوازن ديال ديك الدار، ما يمكنش تبقى واقفه غير على الساريه ديال الوسط، فهما جوج ما منهمش جوج، جوج ديال الناس اللي كيحاولوا يديروا يد في يد باش يوقفوا داك المشروع اللي هو مشروع الزواج، حيت الزواج في حد ذاته مشروع ماشي لعب، ماشي بانت لي واحد السيده ولا بان ولا ديك السيده بان لها واحد السيده اش داكشي نضمن نتزوج، وهادشي اللي خلى حالات الطلاق تتكثر، هو ان ما كاينش دراسه للمشروع، انا كرجل خصني نقلب على المراه المناسبه اللي غتصلح لي لافكاري والطريقه ديال العيش ديالي، وهي وكذلك خصها تكون تتشاركني نفس الفكره ونفس التوجه وعندها نفس الافكار، راه كل شيء صالح، ولكن واش اللي صالح لك انت ولا اللي صالح لك انت ما صالحش لوحده اخرى، وهادشي باش بديت الفيديو ديالي من الاول، وباش ما نزيدوش نطولو حيت هضرنا بزاف، الفيديو طويل بزاف وفيه افكار بزاف اللي تناقش، ولكن انا حاولت غير ناخذ واحد الطريف صغير نديروه مناقشة خفيفة، نتمنى هذا الفيديو ما يكونش ثقل عليكم، حيت نورمالمون الفيديوهات اللي تيكون فيهم الصراحة وتيكون فيهم الموضوعية والنقاش غالبا ما تيأثيروش بزاف ديال الناس، الناس باغا غير الترفيه وباغا غير الضحك واللعب والتفلية، وهذا الشيء نيت من بين الاسباب اللي تيخلي الراجل دابا تيطلع، يعني الرجل كذكر كيطلع ما مكتملش نفسيا، والمرأة حتى هي وكذلك، ما بقيناش كنركزوا على اللي يكون لنا اللي يطور لنا الشخصية ديالنا، ما بقيناش كنركزوا على شي حاجة اللي غتعطينا افكار نلقحوا الافكار ديالنا بها، فنتمنى الفيديو ما يكونش ثقيل على قلبكم، ونتمنى تشاركوني الاراء ديالكم في لي كومونتير شنو بان لكم، وتنصحكم تمشيو تدخلوا لهاد البودكاست اللي داير تويل توكس اللي تنشكرو بهذه المناسبة انه تيجيب اطراف مختلفة للنقاش على مواضيع مختلفة، حتى هو دعموه، واخا حنا راه ما تندعموش المحتوى
زعما المحتوى الجيد ولا المحتوى الراقي. الى هنا غادي نكون سالينا هذا الفيديو. تحياتي، نتلاقاو في فيديو جديد. الى اللقاء.